السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أحلى متابعين؟ حياكم الله في فيديو جديد. طبعا الفيديو اللي فات أنتوا شفتوا كان عبارة عن جولة في محلات، بعض المحلات في منطقة التحلية، تقاطع التحلية، كانوا عاملين فيها تخفيضات، بما فيها كان مركز الهرم، وبما فيها كمان سنتر بوينت وماكس، وكل المحلات اللي في الشارع كانت تقريبا عاملة تخفيضات. فأنا دخلت محل فاين لوك كذا، لقيت عليه نظرة وحبيت أصور لكم منه، وكان عندي شوية نواقص للبيت زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ودخلت اللي هو كان جنب محل فاين لوك. اللي ساكنين في جدة أكيد يعرفوا المكان اللي هو في شارع التحلية، فكان جنبه ظل التوفير. ظل التوفير طبعا المحل معروف، انا اعرفه دائما اروحه، بس كان لي فتره عنه، يعني يمكن اخر مره رحته من قبل حتى ما اعمل القناه. فلما رحت قلت ليش ما يعني اعمل لكم جوله فيه، لانه صراحه جميل وفي اشياء جدا حلوه. حابه اليوم يعني كذا من باب كفيديو ترفيهي، يعني في ناس يعني ممكن ما يحبوا هذه النوعيه من الفيديوهات، وفي ناس لا يحبوها، فانا راح اعتبره انه فيديو ترفيهي مش اكثر، وراح اوريكم بعض الاشياء اللي اشتريتها، اغراض للبيت، اغراض المنزليه، لانه برضو اعرف انه كمان في ناس يحبوا الفيديوهات هذه جدا. انا من الناس اللي احب فيديوهات المشتريات، بالذات فيديوهات الادوات المنزليه احبها جدا، فليش لا نشوفها كذا نستعرضها مع بعض. ولكن انا لو حسيت ان الفيديو طويل راح اقسم لكم، يعني انا راح اصور فيديو كامل، ولكن راح اقسمه في اثناء ما انا بحمل الفيديو على قناتي، راح اقسمه لجزئين عشان ما يكون طويل عليكم في اثناء مشاهده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا، ويا ليت كلنا كذا نبدا اول حاجه قبل ما نشوف الفيديو ونشوف الاغراض، نبدا الفيديو كذا بذكر الله والصلاه على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. طبعا من اوائل الاشياء اللي اشتريتها، ويمكن انتم شفتوها في اثناء، اللهم صل على محمد، في اثناء الجوله، شفتوا الصحن هذا لما انا صورته؟ هو هذا هو، كان سعره بعشر ريال ونص، ما شاء الله قوي، يعني مش ميلامين ولكن بلاستيك قوي، فانا صراحه حبيته وعجبني كذا شكله يعني، فاشتريته. وانا لما كنت بعمل الجوله وريتكم، صورته لكم وريتكم هو. كمان اشتريت هذه القشات او المصاصات اللي هي العصير، يعني حلو كذا لما تكون تشربي عصير او عندك ضيوف او شيء يكون عندك هذه المصاصات. كان سعر الوحده بثلاثة ريال، هذه بثلاثة ريال وهذه بريالين، وفي طبعا الوان كثيره يعني متنوعه يعني. برضه شريت الفرشه هذه من عندهم، هذه فرشه اشتريتها لبنتي، كان سعرها اتذكر كانه الحين السعر، لا هو عليها السعر، السعر بخمسة ريال ونص. انا بحاول استعرض لكم الاشياء كذا سريع سريع على اساس انه الفيديو ما يكون طويل عليكم. برضه اخذت هذه الفازه، شوفوها، سعرها كان 15 ريال، بس لانها ثقيله وكبيره نوعا ما، يا رب تكون واضحه معاكم في التصوير. من ضمن الاغراض اللي اخذتها، اخذت هذه الملعقتين، بس مستحيل اقدر صراحه اني ارفعها لانها عاكسه جدا جدا، هي هذه الثنتين، واحده للغرف وواحده للتقطيع، هي ثنتين ملاعق، ولكن زي ما انتم شايفين هي بتعكس جدا، فما اقدر ابدا اني ارفعها. يعني واحدة كذا للشوربة، وواحدة كذا اللي هي للتقطيع، زي تقطيع الكيكة، زي تقطيع البسبوسة، الحافة تبعها حادة، بس طبعا بما انها حديد فهي جدا عاكسة، ما ابغى اجلس اشوه الفيديو واعمل له تضليل. من ضمن الاغراض اللي اشتريتها، اشتريت هذه الحاجة الجميلة هذه كذا، يعني انا بحب الاشكال هذه، اي شيء فيه زرع حتى لو صناعي يجذبني. كان سعرها والله ماني فاكره، يمكن 5 ريال. هذه احب الاشياء هذه في المطبخ بصراحه،
برضو من ضمن الأشياء اللي أخذتها المطبخ، أخذت الطباخ هذا تحطي فيه مناديل، سعره برضو 5 ريال، وهذا تحطي فيه اللي هو العواد الأسنان، شايفين؟ تحطي برضو على البار، تحطي عندك على أي حاجة، على إذا طبعا البار إذا كان مطبخك أمريكي، إذا كان مطبخك مفتوح عادي ممكن تحطي بجانب الحوض، المجلى اللي هو جنب البوتاجاز، فبتحطي فيه عواد الأسنان برضو سعره 5 ريال. أيضا من ضمن الأغراض اللي أخذتها، أخذت هذه كتابين، شوفوا طبعا هي مش كتب حقيقية، هي كذا مغلفة، ولكن لما بحطها كذا في المكتبة، مكتبة التلفزيون، أو بحطها في المجلس بيطلع شكلها مرة حلو، خاصة من الكتب يعني إيه كذا مبين ثقافتنا الأجنبية. هذا مكتوب عليه واي فون كون أند راسموس جول، ماني عارفة اللغة صراحة إيش هي، لغة غريبة، والثاني مكتوب عليه كوفي بوك، يعني كأنه كتاب طبخ كذا عليه قهوة، وهذا يعني كأنه كذا يعني يبين لك إنه كأنه كتاب ديكور أثاث، زي كتب زي مجلات إيكيا كذا تقريبا، بس الخلاصة إنه لما بتحطيه كذا في مكتبة التلفزيون بيكون شكله مرة ظريف، وأحسن من تحطي كتب عادية عرضة للأطفال يشققوها أو يمزعوها يعني يقطعوها. سعر الواحد كان كم سعره؟ والله كأنه ما عليه سعر يا جماعة الخير، ما عليه سعر، ماني عارفة يمكن 8 ريال 6 ريال، ما عليه سعر. طبعا من ضمن في عندهم قسم كامل للأدوات المدرسية، فطبعا انتم عارفين انه الاجازه اسبوعين ونرجع نباشر الترم الثاني الدراسه، فاخذت طبعا البرايات واخذت المساحات، يعني اخذت انا احب اخذها مجموعه عشان ما نجلس كل فتره نشتري، خلاص تكفي اولادي فتره. المشكله انه ما عليها اسعار بصراحه، هذه ب3 ريال، واحنا عارفين البرايات الحديد هذه ممتازه ب3 ريال، وهذه يمكن برضو ب3 ريال 4 ريال. كمان أخذت الفازة هذه تشبه الأولى بس الديزاين شوي مختلف، هذا سعرها 10، رغم إنه هذه أكبر بس ماني عارفة، هذه قزازها أقوى، فهذه كان سعرها 10 ريال. أيضا يعني معليش بعتذر عن أصوات الأكياس. ايضا من ضمن الاشياء اللي اشتريت هذا المفرش 3 متر، كان 3 متر ب 5 ريال وربع، يعني صراحه يا بلاش سعرها جدا جدا يجنن. كانت خليني افك لكم لما تشوفوا كيف شكله، اخذته صراحه لطاوله الطعام، شايفين هذه هي النقشه اهي، اخذت لطاوله الطعام لاني انا طاوله الطعام حاطه عليها حاليا مفرش، عليه مفرش قماش اخذته من هوم بوكس، وكان صراحة سعره غالي، ولكن عشان قماش طبعا مع الأكل مع بيتوسخ على طول، بيبان فيه بقع الزيت، فصراحة أنا خفت عليه بما أنه هو شوية مكلف كلفني يعني، فشوفوا الفرق، هذا بخمسة ريال وربع وهذاك أخذته تقريبا 45 50 ريال، فلأنه قماش وكمان شكله مرة أنيق على طاولة الطعام، فقررت إني أغسله، أشيله وأحط هذه بداله بلاستيك، بحيث إنه عادي مع الأطفال إذا وسخوا تنمسح يتنظف بسهولة، وأشيل القماش هذاك في حالة إذا جاني ضيوف، يعني أفرشها على السفرة فيكون منظرها أشيك وأحلى. كمان من ضمن الأشياء اللي أخذتها، أخذت هذه المرشات، طبعا أنا أحتاجها كثير لأني بعمل فيها وصفات، بعمل فيها وصفات البشرة، بعمل فيها وصفات للشعر، فأنا صراحة أحبها جدا، وطبعا بتخرب، هي من النوع اللي إذا جاء فيها يعني اي حاجه مسكت في الـ في الـ في الرش المرش من فوق فبتسد وبتخرب بعد كذا، فاخذت 3 مع بعض، كان عليها عرض 3 ب5 ريال اعتقد، كان عليها عرض حلو فاخذتها الـ3 بما اني احتاجها بكثره يعني.
برضو من الأشياء اللي شفتوها أمس وأنا أعرضها، شفتوا أكيد هذه اللي هي حافظة، ممكن تحطي فيها قهوة، ممكن تحطي فيها شاي بخمسة ريال وربع، والكبيرة كانت أعتقد ستة ريال أو سبعة ريال. هذه أمس من الأشياء اللي أنا صورتها في أثناء الجولة، أكيد أنكم شفتوها وتفتكروها معايا. زي ما قلت لكم في منها حجم كبير. أخذت برضو هذه العلبة بأربعة ريال، هم كاتبين عليها بغطاء بس ماني شايفة عليها غطاء صراحة، ماني عارفة هو أنا ما أخذت غطاها ولا إيش الموضوع، بس أنا ماني مهتمة بالغطاء. ليش؟ لأني أنا أصلا أخذتها على أساس أني بحط فيها ملاعق، بحط فيها سكاكين كده على الطرف، فما أبغى تكون بغطاء. برضو من ضمن الأشياء المدرسية والأدوات المدرسية اللي أخذتها، أخذت مجموعة الأقلام هذه بجميع الألوان، كانت بثمانية ريال ونص. وهذا محفظة الأقلام أو المقلمية برضو بخمسة ريال. وكمان المجموعتين هذه من المراسم، كل واحدة فيها ما شاء الله 12 حبة، والمجموعة بأربعة ريال. يعني قلت بعد أسبوع كذا حتكون زحمة على المكاتب وعلى عشان أشياء المدرسة طبعا، فليش إحنا ما يكون عندنا ذكاء في التسوق ونشتري يعني في الفترة هذه اللي تكون فيها ركود، حتى الأسعار بتكون أحلى وبتكون أفضل، فيكون عندنا شوية ذكاء في التسوق ونشتري في الوقت اللي ما بيكون فيه طلب على الحاجات هذه. برضو اشتريت هذه السفنجات للمواعين، كانت تسعة قطع، كانت ماني عارفة بثلاث ريال أو بأربع ريال، سعرها حلو زي ما تشايفين صناعتها إيطالية، فحلوة مجموعة تكفيكي فترة تسعة قطع. اللي اخذتها اخذت هذا البوكس ومعاه غطاء، هذا اخذته اجلكم واعزكم الله للتواليت للحمام، زي ما انتم شايفين كمان مكتوب عليها لوشن بادي ووش شامبو، يعني هذه الاغراض اللي بتنحط فيه هو له غطاء. انا قلت كذا يعني ارصص فيه، انا اخذته بصراحه عشان كذا عندي فكره بسويها فيه. انا يعني دائما لما بروح يعني مثلا لو مثلا رحتوا سياحه او رحتوا فندق او رحتوا يعني سفر واستاجرتوا مثلا شقه، دائما اذا كان نظامها حتى الشقق لو كان نظامها مثلا فندقي بيحطوا لك دائما ويحطوا لكم عزكم الله في التواليت بيحطوا لكم شامبوهات وحاجات كذا يعني منظفات مصغره، طبعا هذه الاشياء محسوبه ومدفوعة فيها فلوس، يعني حتى لو رحتي حيشيلوها حيحطوا بدالها، فطبعا انا اخذها معايا لو انا رايحه، فقررت اني احط هذه. انا عندي كذا قبل كذا اخذت من ايكيا زي الدرج كذا ستاند كذا طويل اخذته، وفي عندي دور فاضي فيه راح احط فيه هذه العلبه وارصص فيها الحاجات الصغيره هذه، بحيث انه لو جاكي ضيوف حابين يعني يستخدموا صابون او شيء تكون متوفره هنا. طبعا من الاشياء اللي اخذتها وصورتها لكم أمس اللي هي هذه أطقم الفناجيل، بصراحة أنا ما قدرت أقاومها، جدا جدا عجبتني، أخذت هذا اللون مع إني البنكي ما عجبني في ذا، بس هنا عجبني الأطقم التركية هذه مرة حبيتها، أخذت هذا وأخذت الثاني اللي وريتكم هو في أثناء التصوير، أخذت اثنين، واحد منها راح يعني أهديه، أخليه هدية اللي هو هذا، والأزرق هذا أخذته لي أنا. كان سعرها 21 ريال، حلوة انك كذا تغلفيها وتهديها يعني بنت اختك او صديقتك او بنت خالتك او يعني، كان سعرها صراحة ظريف واشكالها حلوة. طبعا في الانستغرام نلقاها عند التاجرات اسعارها خيالية، الاواني التركية هذه اسعارها خيالية عند التاجرات، ومثلا لو انك بتوصي احد من تركيا ممكن تكون برضو غالية. من الأشياء اللي أخذتها برضو أخذت هذه الفازة سعرها بخمسة ريال وربع، برضو أخذتها عشان أنا عندي طبعا قلت لكم مجلس لسه بجهز فيه وما كملته، فمحتاج يعني تحف فازات وكذا، فأخذت هذه. أيضا أخذت هذه الثلاجة، أخذتها صراحة والترمس زي ما تسموها أنتم، أخذتها أنا عشان الشاي، لانه الشاي ما عندي يعني استخدام المنزلي او استخدام الخفيف ما عندي يعني غير واحده، فحبيت اخذ حبه ثانيه معاها،
مثلا لو جاني ضيوف او شيء. كان سعرها 48 سعر الثلاجة او الترمس حسب انتم ما تسموه، ناس سموها زمزمية. كمان من ضمن الاشياء اللي اخذتها، اخذت هذه المراية وهذه قاعدتها، ولكن ما راح اقدر طبعا اوريكم هي كاملة لانها راح تعكس طبعا على شكل اناناسة، ولها قاعدة كده تنحط عليها تجلس عليها زي كده. اخذتها عشان احطها عندي على التسريحة، لانه كانت عندي واحدة اخذتها من بشوات اول، وطبعا ولدي الصغير ما قصر كسرها الله يعطيه العافية، فاخذت هذه بدالها. كان سعرها 10 ريال. كده ما بقي غير كيسين، فشكلي بخلي فيديو واحد. كمان من ضمن الاغراض اللي اخذتها، اخذت هذه اللي هي طقم تجيكي، مبشرة، شوفوا قشارة ومبشرتين. حبيتها في، انا عندي مبشرة، ولكن حبيتها في انها بتبشري كذا مثلا على الطبخة وانت واقفة بتبشري الجزر. انا ما علي ان قشارة عندي ثنتين، بس انا حبيت المبشرتين. ليه؟ لانه وانت واقفة كذا بتبشري الجزر او بتبشري الثوم او، فحبيتها كذا تستخدميها. شوفيها، شوفوها تستخدميها كذا وانت واقفة. حلوة. كمان اخذت هذا اللي هو ما يحضرني اسمه والله دحين، لو بجلس افتكره اظن يومين ما راح افتكره. المهم والله ناسية، يا ربي ناسية اسمه. اكتبوا لي اسمه في التعليقات، ناسية اسمه والله. كان سعره كم؟ 3 حبات طبعا مع بعض، وهي وهذه ما هم غالين يعني 3 ريال، هذه 3 ريال، وهذه نفس الشيء ما هي بعيدة 3 ريال كذا 4 ريال. كمان اخذت هذا الطاجن حبيته، كان سعره ب10 ريال على ما اذكر، لا والله سعره 20 ريال سعره. مرة امس وريتكم هو في العرض ومصورته برضو في صورة الغلاف، فمرة عجبني صراحة. حلو تحطي فيه مثلا مثلا ايدا مثلا بامية تعمليها وتغلي فيها بقسطير، هو يدخل الفرن طبعا، فخار نوعه فخار، بس انه ايه يعني ماني عارفة هو فخار ولا سيراميك، بس انه يتحمل. انا عندي منه انواع واشكال ثانية بتدخل الفرن، فتغلي فيه كده تعملي فيه الطاجن البامية او تعملي فيه لحمة او تعملي فيه تدخليه الفرن، ممكن مكرونة ليش لا، طاجن المكرونة حلو. طبعا اخر حاجة اخذت هذا المنظف، طبعا مهم لغسيل دورات المياه عزكم الله، انا احب هذا العملات معروف. في طبعا حاجات ثانية اخذتها، في حاجات تانية أخذتها زي مزيتها، زي حطيت فيها الزيت، أنا أصلاً دخلت عشانها من الأساس، ولكن استخدمتها طبعاً، في حاجات استخدمتها. بس حبايبي هذا هو الفيديو، ربي إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، لا تنسوا تحطوا لي اللايك، ولا تنسوا تدعموني تعملوا شير، اللي ما اشترك في القناة لسه يشترك عشان أعمل لكم، تشجعوني، وإذا عجبكم الفيديو قولوا لي عشان يعني تشجعوني دائماً نعمل لكم كذا جولات وفيديوهات ترفيهية زي كذا من فترة لفترة، بعيدا عن الطبخ وبعيدا عن الفلوقات وبعيدا يعني كتنويع في القناة. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي على خير وفي أمان الله.